والدة شهيدة وزوجي شهيد وقاعدة بيت إيجار والإيجار تعبني حيل وأي مصدر رزق ما عندي وحتى يعني الإيجار مجزر عليه الحمد لله والشكر ووضعي المادي حيل مو زين وهاي انتو طبيتوا على غفلة وشفتوا بيتي واني والدة شهيدة اي ولا اروح اريد امشي معاملة يردون فلوس واني ما عندي المعاملة تكلف بالخمسة وعشرين ورقة واني ما عندي وضعي المادي تعس كلش ولا راتب عندي ولا اي شيء يعني الحمد لله يعني ماكو شيء عندي عائلتي هواية يعني عائلة وياي بس سبحان الله بجيتكم ما موجودين ما جوي كانوا معزومين والحمد لله وأطلب من الخيرين حتى لو بس المعاملة يمشوا لي إياها. أنا أم حمودي أم أحمد عمري 27 عايشة ويا والدتي أبويا شهيد وأختي شهيدة آثار داعش وعايشين على اللي يعني على هذا وعلى ذاك يعني وضعنا كلش كثيف وتعبان والحمد لله والشكر ما عندنا معين
معين رب العالمين. أنا عندي 3 أطفال وأختي زوجة شهيد ووضعها عندها طفل وهم وضعها كلش تعبان، هم عايشة ويانا لأن هم ما موجودين، طلعوا خطار سبحان الله بجيتهم الولد وما متواجدين ويانا. جاني الخبر إنه أختي أصغر مني هي، وجاني خبر إنه واقع عليها البيت، يعني إنه أثر الانفجار طيارة هي ووالدي، طيارة واثنيناتهم ماتوا. ماتت هي بالفلوجة، وإجيت أني وأخواتي ووالدتي جينا للقبر، فبقينا ندور ما لقيناها بالبداية، وبقينا ندور لها تقريبا ساعة كاملة يلا لقينا القبر مالتها. أخو بنتي خابرني ابن حماتي قال لي انضربه، وبقيت أجي 2015 ماتوا استشهدوا. رجعنا 2016 ظليت أدور عليهم شهر يوميا أروح للمقبرة، بعد الشهر لقاني أبو المقبرة يسألني قال لي شو تدورين، قلت له أدور في شي حق، بعدين عرفهم هو الرجل قال لي ذولا، رحت عليهم أنا وبناتي. كان وقت حار واثنينهم يعني سوية متهولين، الحمد لله الحمد لله، يعني قلب أم شتريدها تحس، يعني شتريدها تحس. يعني ورا عيون اثنين سويت لهن عمليات، نعميت بعد ما راحت نعمن عيوني، ولحد هسه ما تروح من بالي لو دقيقة لو ثانية، هم على بالي الحمد لله. سويت معاملة، بس المعاملة يردون فلوس عليها هواي، وأني وضع المادي مو كلش ضعيف يعني، فأضطر أقعد يعني ما حد يسأل، منو يسأل على أهل الشهيد، منو يسأل يعني، ما حد يسأل على أهل الشهيد، شهيد راح وخلص. وين كنا بيت سيارة وضعنا كل الزين يعني. يعني من فوق للقاع يعني شلون واحد يصير. رمضان قبل حلو، ناس طيبة، نفطر ناس تروح يم ناس، ناس تدور يم ناس، نحط فراش نسحر برا بالباب، هسه لا وين ماكو ناس، كل من ساد بابه ما حد يعرف أحد، يعني ما حد يجي يم أحد. ذكر أيام قبل كنا صغار، يجي بالطبل نلعب وياه، نطلع نلعب بالسحور، نقعد لمتنا حلوة، تعالي لقبل، يعني أيام زمان كلش حلوة، يعني من كنا نقعد نتعلل، يعني طفولة كلش حلوة كانت، كنا سوا يعني أنا وخواتي، يعني كانت الحياة كلش حلوة، بالعكس عكس هسه، يعني هسه لا مريرة والحمد لله والشكر، بس قبل لا كانت حلوة و أيام كلش جميلة. كنا نلعب توكي، شدة عيون، صقلة. أي كانت هاي ألعابنا، هواي ألعاب كنا نخترعها ونلعب. والله إحنا عادة كانت الوالدة تسوي لنا دولمة قبل رمضان، قبل العيد بثلاث أيام تبلش الوالدة تسوي كليتشة، نظل وياها يعني العشرة الأخيرة كلها نحييها ويا الوالدة. والله بالنسبة لنا ما نحب غير الباكة والدولمة، هاي احنا دائما، وبالذات أهل الفلوجة باكة ودولمة يموتون عليها.
كانت الحجية تقعد، أنا كنت صغيرة، هي تسوي جدر دولمة كبير وتطيني أسوي جدر دولمة، أنا صغير لفات صغيرة تيجي مال دولمة تطيني إياهم، أنا الحالي أسويهم. مرحوم الله يرحمه والدي كان يحب الدولمة مالتي أكثر من مالت ماما، أي فهي هاي السوالف، هاي شغلات كان مال الطفولة. الأكلات اللي معروفة كانت شوربة، يعني هاي الرئيسية بالطبق، يعني دولمة، فاصوليا، هاي الشغلات يعني. حلويات معروفة بالطبع. بقلاوة، زلابية، أي هاي يعني اللي أغلبها تجي نجيبها يعني إحنا برمضان. الفرق كان رمضان قبل كانت الدنيا حلوة عكس هسه، كان تحس يعني أكل لذة بالفطور، تحس يعني رغم إنه الوضع المادي وهاي بس تحس يعني لما نفس بالأكل، العائلة من تلتم الحمد لله والشكر، تحس يعني غير أجواء. على كيفك
Thank you.
طبخت فاصوليا وشوربة عدس، وهاي تعرف انت الشرابة. سلقت الفاصوليا وقلت لحام وخلت الفاصوليا عليه وخلت معجون والشوربة. سلقت العدس وضربته بالخلاط، حرقت بصل وخليته وخليت فوقه البهارات. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي لك قسمت على رزقك أفطرت، وعلى صوم غد نويت ذهب الظما وكلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله.